خلص. النقطة الثانية، الحكمة في التعاملات الإلهية. لما أكون أنا أو أحكي عن نفسي إني أنا أصبحت مؤمن ناضج، شو علامات المؤمن الناضج؟ الكلام، أي الكلمات اللي تخرج من عندي. شوفوا هذه الكلمة اللي قريناها في بداية شاهدنا من دقائق. قل وعبد الرب، باللغة الأصلية ما يقول عبد الرب بالآية، أو شو قريناها بالمقطع الأول. قل وعبد الرب، المقطع الجزء الثالث من القراءة. أوكي. عبد الرب لا يجب أن من يقرأ الكلمة يخاصم. عبد الرب، عبدي، صفة المؤمن الناضج ما يكون عنده خصومات، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبور على المشقة. كلمة صبور معناها باللغة الأصلية غير مستاء من الآخرين، مؤدبا بالوداعة المقاومين. شخص اللي بيوقف ضدك وبيسمعك كلام، أدبه لكن بوداعة. تقول له كلمات من الكتاب المقدس، تكون هذه الكلمات فيها تأديب لهذا الإنسان، لكن ما يكون فيها انتقاد، ما يكون فيها شتيمة، ما يكون فيها خصومة. إذا أنا خليت ثلاث نقاط على هذه الآية: لا يجب أن يكون عبد الرب عدواني، محب للنزاعات، مؤذي للآخرين بكلام. النقطة الثانية: يجب أن يكون لطيف أو لطيف مع الجميع، قادر على أن يعلم الآخرين، صبور، عنده قدرة على إرشاد الآخرين بروح الوداعة واللطف وتحريرا من فخ إبليس. من وين جبنا هذا الكلام؟ بطرس الأولى 2:23 يحكي عن يسوع هو النموذج الكامل. عارفين إنه يسوع اتشتم؟ طب عارفين إنه يسوع هدد أكثر من مرة بالقتل؟ كيف كان رد فعله؟ الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. هذه كلها تخص شخص واحد سماه الكتاب عبد الرب. عبد الرب، الشخص الناضج اللي يعبد الرب. أعطيكم آية أخيرة عن عبد الرب، عن يسوع. إشعياء 42:1-3، قل هو ذا عبدي الرب الذي أعضده. تعرف لما تكون عبد الرب؟ الرب يعضدك. مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. شوف عبد الرب شو يعمل؟ لا يصيح، في حدا بيصرخ؟ ولا يرفع، ولا يسمع صوته. يعني مش كلمة بعشرة، مش كلمة مقابلك بصراخ، انت وانت ولا انت، ما يتكلم بطريقة عبد الرب. لازم يكون مثل الرب، يتصرف مثل الرب. كيف كان يتصرف يسوع لما كان يتعرض للشتيمة ويتعرض للتهديد؟ اسمعوا الكلمات: لا يصيح، ما يصرخ، ما تسمع صوته، ولا يرفع، ولا يسمع في الشارع صوته. نفس الآية: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. يعني لو شاف واحد مثل الفتيلة اللي عم يخمد رح يطلع مثل الدخان رح تنطفي، كان ما يطفو، كان ينم يكبر ويقوي هذا الإنسان حتى يكون شعلة منتقصة. آخر شيء.